طيب ازاي العدو في هذا التوقيت كان بيحاول يغير ديموغرافيا سين من قبل 50 سنة، وديموغرافيا سين عاملة ازاي دلوقتي؟ لا، هي سينا دي برضو معلومة لينا كلنا، ان سينا على مر التاريخ منذ المصريين القدماء حتى وقتنا هذا كانت بتعد في تاريخ مصر مسرح للعمليات العسكرية التي من خلال سينا دي بتحمي مصر. هي الدرع الذي يحمي مصر. ليه؟ لان معظم الغزوات اللي كانت تأتي الى مصر كانت بتأتي منين؟ من الشرق. يعني معظم في التاريخ المصري كله معظمها كانت بتأتي من الشرق، فكانت سينا تمثل الدرع الذي يحمي مصر ضد هذه الهجمات او هذا العدوان يعني. فكان النظرة ليها انها مسرح لإدارة العمليات العسكرية وليس مسرح للمنظور الاستراتيجي التنموي. خلاص، طب امتى هذا التحول حدث؟ هذا التحول حدث عندما نجحنا في اكتوبر واجبرنا الجانب الاسرائيلي نتيجة النجاح اللي احنا حققناه. يعني معروف كده ان اسرائيل لا تجنح الى السلم او للامور اللي ما فيهاش صراع الا اذا كانت مضطره. يعني هو خدوا الدرس فقالوا لا، ايه، نلجا الى السلام. خلاص، فاللجوء الى السلام اوجد المناخ الجديد اللي ما كانش موجود على مر الاف السنين، ان اصبح هناك حاله سلام، ما فيش عدوان هيجي علينا. وبالتالي اصبح المنظور يتحول الى النظره التنمويه. اسرائيل بقى النظر، عشان اجاوب على الاتصال بتاع حضرتك، اتفضل، عرفت حجم في الفتره اللي قعدت فيها 15 سنه في سينا دي، عرفت حجم الخيرات والكنوز اللي موجوده في سينا. وبصفتي محافظ سابق في سيناء وعشت عمر طويل على ارض سينا، هي البقعه الوحيده في اقاليم مصر كلها التي تتميز بكل متطلبات التنميه الشامله. بمعنى التنميه الزراعيه والصناعيه والتعدينيه والعمرانيه والسياحيه، يعني فيها كل المقومات، كل المقومات موجوده في سيناء ومليانه بقى من الخيرات لانها لم تستنزف من قبل. ما الاسرائيل حط عينها عليها، ارض بكر لازم نفهم كده، حط عينها عليها وكانت نفسها تنها قاعده فيها على طول عشان وكان ازاي في تستفيد. كمان رغبه في ان ما يحصلش الاعمار والتنميه في شمال سيناء تحديدا، عشان يعني هذه المنطقه الاعمار فيها اكيد اكيد واحد من اهم اساليب مواجهه الارهاب. ده هو ده الدرع، التنميه والاعمار. التنميه والاعمار ده الدرع الرئيسي. صحيح، لان بالتنميه والاعمار الحقيقه هتمنع كل ما هو غير ذلك. وفي نفس الوقت معلش نص لها برضه، لا ده مستقبل الخير لمصر. يعني دي ستعود لمصر من ناحية المنظور الاقتصادي بكل أبعاده على الكثير من الأمور. وعشان كده احنا فعلا ابتدينا في السنوات الأخيرة نقول ايه، نهتم بسينا وحجم الأعمال اللي تمت على أرض سينا في السنوات الأخيرة دي، يعني لا يقارن بما تم على مدى تاريخ سنوات طويلة سبقت.